جامعة منح من كل الألوان من أجل الحصول على منحة للدراسة في الصين، وبالفعل بعد مدة أسبوع خرج لي الخطاب وقبول كان في جميع التفاصيل وهو الخطاب على هذا الشكل. معكم أخوكم إبراهيم منصور حسن من اليمن. قدمت عبر قناة منح من كل الألوان، ساعدوني ووفروا لي منحة إلى الصين عبر أحد الجامعات المرموقة، فقدمت في تخصص هندسة ميكانيكا، وهذا هو خطاب القبول. خطاب القبول سجلوا اسمي والكورس اللغة الصينية والتخصص اللي قدمت عبره مع ختم الجامعة. معكم مجد عماد داوود. أنا قدمت على منحة من قناة منح من كل الألوان، وتم القبول من جامعة في الصين قبل 3 أيام، وهاي ورقة القبول وعليها ختم الجامعة باسمي وبرقم جوازي. طبعا مميزات المنحة هاي إنه بيطلع لك سكن ببلاش، دراسة ببلاش، وراتب شهري. الأوراق المطلوبة معروف لأي شخص يريد أن يقدم على أي جامعة وعلى أي منحة مثلا. إضافة إلى ذلك وجدنا من الأخوة في منح من كل الألوان الاهتمام والمتابعة والتدقيق في الأوراق المطلوبة وتجهيزها بما يتناسب مع معايير الجامعات. أقصد هناك قوانين وشروط تختلف من جامعة إلى أخرى، عندهم إلمام بذلك بحيث تكون نسبة قبولك على هذه المنحة 90% فما فوق. أنا بصراحة التعامل بتاعهم كان محترم. المبلغ اللي طلبوه في الأول كإثبات جدية مقبول، مش مبلغ كبير، يعني مبلغ بسيط. بعد كده المفروض إن بعد ما بتدفع المبلغ المطلوب المفروض إن هما بيقولوا لك الإجراءات، تبدأ معاهم تجهز الورق. الورق المطلوب ورق عادي جدا، يعني ورق اللي هو بيطلب في كل المنح. طبعا في البداية أنا كنت متخوف إني أقدم على المنحة، لأنه الموضوع أونلاين والإنسان بفطرته بخاف من مواضيع الأونلاين، بس بعد ما بحثت عن القناة وشفت مصداقية القناة وكمية الناس اللي قدموا على المنحة عن طريق هذه القناة، تأكد لي إنه العاملين على هذه القناة ناس أمناء ومصداقيتهم عالية، وكملت تقديم المنحة بدون أي تخوف، ودفعت الرسوم المبدئية لتقديم المنحة. هم فريق متمكن ومتميز بإذن الله. صراحة من خلال تقديمي السابق أو حتى التقديم حاليا لم يساورني أي شك في دفع المبلغ، نظرا للمصداقية التي يمتاز بها فريق منح كل الألوان. كذلك التقديم السابق، ليس كوني لم أتحصل على منحة ليس بسبب الفريق، ولكن بسبب المنافسة والدرجة العلمية التي تقدم من خلالها. طبعا في البداية راودنا قليل من الخوف بسبب إنه نحن باليمن ما تعاملش تعاملات مالية على الإنترنت، فكان في خوف شك في البداية، لكن لولا ثقتي بالله وحده لا شريك له، ثم بحثي ودراستي على القناة والرسائل والخطابات اللي رسلوا لي أتت، فما جعلنا يعني أثق بهم تعاملهم، توكلت على الله واستحوذت المال. بدون شك انه ملي حصلت على خطاب القبول كنت فرحانه بزاف بزاف، وما كنتش متوقعه انه فعلا غيكون بهذه الامتيازات وبهذا الشكل في تخصص الصيدله، لان كيف ما كنعرفوا تخصص الصيدله صعب جدا تحصل فيه على منحه بهذه المميزات، وايضا انك تقرا في الصين. انا فعلا متوقعه مستقبل جيد جدا، بخصوص انني اول شيء غنكون تخرجت من دوله جيده لدوله الصين، وثاني شيء حتى الجامعه هي جامعه ممتازه وجيده، فان شاء الله انا كنطمح مستقبل جيد في هذا تخصص الصيدله. وايضا كنبغي نشكر قناه منح من كل الألوان. اكيد شعور دلوقتي اكيد هبقى سعيد في انتظار ان شاء الله خطاب القبول، واتوقع ان تكون المنحه بها فهم الرسوم الدراسيه، بها راتب شهري، من مصاريف السكن، اكيد فيها فهم مصاريف التامين الصحي. اكيد ان شاء الله تبقى حاجه كويسه، واكيد توقعي ان شاء الله من الشهاده ديت ان هي هتخليني اكيد شهاده كويسه من جامعه عالميه معترف بيها، هتنقلني في مكان كويس وهشتغل في مكان كويس، اكيد هتغير نظرة حياتي وهتنقلني للمكان الافضل باذن الله، ان شاء الله باذن الله. طبعا التقديم على منحة الصين لم يكن التقديم الوحيد، كان في تقديم من قبل على منح قوية، لكن الشعور مختلف هذه المرة نظرا لكون منحة ممتازة ومنحة مضمونة 100%، ومنحة ستفتح لي أبواب كثيرة وستساهم بدرجة كبيرة في مجالي المهني والعلمي. أنا أكيد انبسطت أنه انقبلت في جامعة من جامعات الصين، والدراسة والتعليم في جامعات الصين قوي جدا ومعترف فيه عالميا، وانا اتمنى بعد ما اتخرج من جامعة الصين اني اتوظف في وظيفة كويسة ومكان كويس وشركة كبيرة، وهذا الاشي راح يضمن لي مستقبلي باذن الله. وفي النهايه حابب اشكر كل الناس اللي ادلت برايها، سواء اللي حصلوا على خطاب القبول او اللي لسه في انتظار خطاب القبول. وقبل ما اختم الفيديو ده حابب اجاوب على سؤالين، لان السؤالين دول بنتسالهم كتير واحنا وضحنا اجاباتهم مسبقا، وعشان برضو انت لما تيجي تقدم ما ترفضش طلبك من خلالنا لما تيجي تسال السؤالين دول. طيب بالنسبه للسؤال الاول، هو الناس بتقول لنا ايه الضامن لما احنا ندفع ليكم رسوم المنحه، تمام، وفين المكتب بتاعكم عشان ندفع ليكم رسوم المنحه؟ والسؤال الثاني الناس بتسال هل ممكن ندفع المبلغ الكلي للمنحه بعد لما احنا نحصل على خطاب القبول. طيب انا هجاوب على السؤالين دول بالمنطق والعقل كده. لما احنا جينا شرحنا في البدايه الفيديو الخاص بالمنحه وضحنا كل التفاصيل، وقلنا ان فرع المكتب الخاص بينا اللي احنا متعاونين معاه موجود في دوله المغرب فقط، يعني احنا ما عندناش فرع حاليا او مش متعاونين مع مكتب حاليا في مصر مثلا او اليمن او اي دوله اخرى، عشان كده بنستقبل الطلبات من الدول الاخرى بشكل اونلاين فقط، تمام؟ طيب والناس بتسالنا طب ايه الضامن؟ الضامن بتاعنا هو مصداقيتنا وامانتنا وراي الناس اللي بتتحدث عننا وبتقول تجاربها، لاننا بالفعل القناه بتعمل منذ اكثر من سنه ونصف ولينا خدمات كتير، فمش معقوله ان احنا هنضيع كل الخدمات والسمعه دي عشان يعني مثلا ان احنا مش هنكون صادقين مع واحد او ان احنا مش هنتعامل معاه كويس، فدي برضو حطها في دماغك، ويعني كله بالمنطق والعقل زي ما انا قلت. الاجابه الثانيه على السؤال اللي هل ممكن ندفع المبلغ بعد لما نحصل على خطاب القبول، انا هقول لحضرتك حاجه، هل ينفع مثلا ان احنا نبدا ان احنا نشتغل ليك و يعني نقول لك ايه الاوراق المطلوبه وانت تبدا تجهزها، واحنا نبدا ان احنا نبعت الاوراق للجامعه والجامعه تبدا تراجع الاوراق، وبعد كده يتم اصدار ليك خطاب القبول، وبعد كده انت لما تحصل على خطاب القبول مثلا تقول خلاص انا بقيتش عايز اكمل، خلاص المنحه مثلا انا مش حابب ان انا اكمل، معيش المبلغ متوفر. طب احنا نضمن جديتك ازاي؟ واحنا ممكن بعد لما نعمل البروسيس ده كله انت ما تكونش جاد وما تدفعش رسوم المنحه، فعشان كده لضمان الجديه احنا دايما بنطلب مبلغ في البدايه، فلازم كل حاجه يعني يكون ليها ضمان جديه. طيب هتقول لي طب احنا نضمنكم ازاي؟ زي ما انا قلت، جديتنا ومصداقيتنا هي عن طريق اراء الناس عننا وعن طريق امانتنا، وكمان احنا بقالنا اكتر من سنه ونصف في هذا المجال، فعلى الاقل احنا معروفين في هذا المجال، لكن احنا هنضمن الطلاب اللي احنا ليس لنا علاقه بيهم ازاي؟ الا عن طريق المبالغ الماليه اللي بتدفع الاول كبدايه للتقديم، تمام كده؟ فانا وضحت كده كل التفاصيل، والناس اللي عايزه تقدم من خلالنا على الخدمه دي هتلاقوا طبعا في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده رابط استماره الخدمه، يا ريت تملؤوها لو حابين تقدموا، وان شاء الله يتم التواصل معاكم في اقرب وقت وترتيب كل شيء معكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.